وللمزيد معنا عبر الهاتف دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. دكتور خالد، كيف ترى نهج الدولة في تنمية منطقة الساحل الشمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها؟ في البداية مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للسادة المشاهدين. قدرت الدولة المصرية أن تبرهن ذلك عمليا وأن تثبت للعالم أجمع أن الاقتصاد المصري قوي ولديه من الفرص الاستثمارية الواعدة، بدليل ما قامت به من خلال هذا الاتفاق الذي سيعمل على جذب أكثر من 150 مليار دولار بالإضافة ل 35 مليار دولار خلال شهرين لصالح الاقتصاد المصري. أعتقد أن الدولة تسير وفق منهاج ووفق القوانين الاستثمار الموجودة والمطبقة في مصر، استغلت الفرص الاستثمارية اللي موجودة وقدرت أن هي تسواها بشكل يحقق الأفضلية لصالح الدولة المصرية ولصالح الاقتصاد المصري ولصالح المواطن المصري. تقدر من ده تخرج من التحديات اللي كانت بتواجه الاقتصاد المصري من نتيجة الأزمات العالمية ونتيجة تأثير هذه الأزمات السلبية على الاقتصاد المصري، قدرت أن هي تخرج من هذا النفق. أعتقد توجه محمود لصالح الحكومة المصرية والقيادة السياسية في مصر أن برهنت ذلك للعالم أجمع. نعم، إلى أي مدى بترى أن هذه الشراكة ستفتح باب لتطوير مزيد من المناطق السياحية والتجارية المصرية؟ بكورة يعني هذا الاتفاق ما تم في رأس الحكمة هو بكورة الاتفاقات اللي ممكن أن تبغيها الحكومة خلال الفترة القادمة بمثل الاستغلال أمثل لكل ما لدى الدولة المصرية من فرص استثمارية واعدة وأماكن سياحية جاذبة وجذابة تستطيع من خلالها الدولة المصرية أن تعمل على جذب استثمارات تفوق التريليون دولار في حالة العرض الجيد لهذه الفرص الاستثمارية، وبالتالي تستطيع ليصبح الاقتصاد المصري من ضمن الاقتصادات الرائدة على مستوى العالم في حال تحقيق ذلك. واعتقد ان الدولة قدرت تستغل البنية التحتية اللي تمت خلال التسع سنوات الماضية وتبرهن للعالم بذلك، وقدرت ان هي اعتقد خلال فتره قادمه في اتفاقات كثيره هتتم سواء مع يعني الجميع النهارده يتجه الى الدوله المصريه والى كيفيه الاتفاق مع الحكومه المصريه لضخ هذه الاستثمارات لما تمثله الدوله المصريه من فرص استثماريه وعوائد اقتصاديه لحجم الاستثمارات غير مجزية وغير موجودة في أي مكان تاني في العالم. هو النهاردة لما يجي الاستثمار يستثمر عنه بيستثمر ليه؟ علشان أنا هديله فرص وعوائد على هذا الاستثمار مش موجودة في أي مكان تاني آخر في العالم، في ظل قوانين الاستثمار اللي موجودة واللي مطبقة وفي ظل التحفيز اللي بتقوم به الدولة المصرية علشان تقدر الدولة المصرية توفر ملايين فرص العمل، ما زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي. أعتقد نقطة تحول لصالح الاقتصاد المصري ما قامت به الحكومة المصرية من خلال هذا الاتفاق، وأعتقد أن في اتفاقات جديدة في الطريق إلى لصالح الاقتصاد المصري. نعم، من وجهة نظرك يعني المردود الذي سيعود على الشارع المصري من مشروع مثل تطوير رأس الحكمة وحجم الأموال الأجنبية المتدفقة على أثره؟ يعني رجل الشارع سيستفيد رقم واحد ان هو القضاء تماما على السوق الموازي للدولار، مش هيبقى عندنا سوق سودا للدولار مره ثانيه، لان حجم الاموال التي سيتيحها هذا المشروع تفوق ال 150 مليار دولار، تكفي لمصر ما تحتاجه من اموال خلال اربع سنوات، لان كانت بنك جولدمان ساكس قال ان مصر محتاجه تمويلات في حدود 24 مليار دولار خلال اربع سنوات قادمه. النهارده تحقق في شهر واحد او في طفره واحده هذا الرقم، وبالتالي ما كان تعمله الدوله المصريه طبقا لتوقعات المؤسسات الماليه العالميه تحقق ومزيد منه جاري تحقيقه خلال الفتره القادمه، وبالتالي
عندنا ما عندناش سوق موازي، عندنا اسعار التضخم هتقل، عندنا اسعار السلع هتقل، كل لان كتير قوي من المصنعين كانوا بيقيموا سعر الدولار وسعر تكلفه الانتاج من خلال سعر الدولار في السوق الموازي. اللي النهارده بهذا المشروع سيتم القضاء تماما على السوق الموازي للدولار، وينخفض السعر طبقا للسعر الرسمي المعلن عنه في الجهاز المصرفي العام داخل الدوله المصريه، وبالتالي هيبقى يعني نقطه جديده، ورقه جديده تضاف لصراع الاقتصاد المصري. ما كل التكاليف الموجوده في كل المشروعات هتم تقييمها بالسعر المعلن في البنك المركزي من خلال البنوك العامله في مصر، وبالتالي انخفض الاسعار، انخفض تكاليف الانتاج. هنشوف هبوط مفاجئ لاسعار السلع والمنتجات في كل ربوع مصر، هيشعره المواطن ويحس به خلال الفتره القادمه. دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي رئيس مركز العاصمه للدراسات الاقتصاديه كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.